قام فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة وبمعيته سمو الشيخ جابر المبارك الحامد الصباح رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم بزيارة إلى مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، حيث تفقد فخامته مراحل إنشاء المشروع وما تم إنجازه، كما اطلع على سير العمل به من خلال عرض فيلم حول تطورات تنفيذ مبنى الركاب الجديد والذي سيتم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المقرر له. وقد رافق فخامته بالزيارة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبو الحسن ووزير الأشغال العامة عبد الرحمن عبد الكريم المطوع. Ben şimdi projeyle ilgili size Arapça bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Daha sonra Türk ortaklarımız, Türk ekibi de size Türkçe olarak bazı sunumlarda bulunacaklar. بدنا أول شيء نبلش بتوقيع الاتفاقية في 30/5/2016 مع شركة ليما التركية بقيمة 1.3 مليار دينار كويتي لأعمال المبنى الركاب الجديد. Öncelikle biz yeni yolcu terminal binası ile ilgili olarak 2016 yılında bir anlaşma imzaladık. 4.3 milyar dolarlık bir projeydi bu. Limak şirketiyle birlikte imzayı attık. Tam bedri amali meşru' fi 28/8/2016 yılı itibariyle ilk önce bu proje başlatıldı. تم أيضا في 9/5/2017 وضع حجر أساس لصاحب سمو الأمير صباح الأحمد صباح مع رئيس التركي. 9/5/2017 tarihinde ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emirimiz Şeyh Sabah'ın katılımlarıyla da temel atma törenini gerçekleştirdik. وفي الوضع الحالي اليوم يتم الانتهاء من 35% من الاساسات والقواعد العملاقه للمشروع. Şu an itibariyle projenin %35'ini تقريبا tamamlamış bulunmaktayız. وحسب الوعود من الشركه التركيه انه سوف يتم الانتهاء من الاعمال في اسرع وقت ممكن قبل 6 سنوات، واحنا نسعى ان نلتزم في هذا المشروع جاهزين مع الفريق. Tabii Türk şirketinin projeyi 6 yıldan önce bitireceği yönünde bir sözü var. Biz de bu şirketin bu sözünü yerine getireceğine inanıyoruz. هدف مخطط للمشروع المطار احنا حاليا في المبنى الاخضر واللي تم الانتهاء منه في شهر 8/2018 في جهود يعني جبار من قبل شركه ليمات. Şu gördüğünüz bu havalimanının bir planı yeşil renkte olan bölgedeyiz. Bu buranın da şirketin çabalarıyla birlikte geçtiğimiz dönem içerisinde tamamlanmış olan bir bölüm.